اهلا بيكم يا صحابي، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم فيديو جديد من جيم. يلا بينا نلعب لعبه ارشيرو، وانا هلعب مكان بتاع السهم ده، انا مسميه السهم. يروب تطلع الألف ومتين يروب. أوف ما جتتش، جتت الستمية. ده الفرز ده في المكان الأول. جنب بعض وسميها اللي جنب بعض. تيجي هقول ايه؟ انا نسيت. ايه السهولة دي؟ يا رب تيجي الفلوس. كأن ما جاتتش حاجة، زي ما انتوا عارفين كده، كأن ما جاتتش حاجة. بصوا بقى اللي هيحصل. في واحد زيه فرصة. شفت انا جبت ايه؟ قلب قوي. ولا التنين الماشي ده اللي بيطلع نار غلس قوي. ايه ده المكان ده وقت المكان ده اسرع من المكان التاني ازاي؟ يا ريت النور، يا ريت. ده انا مره جبت كل الانواع، كل انواع النار.
ايه ده؟ الحمد لله كل الانواع اللي بتلف فيا. جبت التلج والنار والضربه المسممه والضربه المسممه التانية، جبت كل حاجه مش فاكر بقى، والكهرباء. عجبه قوي قوي التحديث. ولا ألف. بصي جبت دي ودي ودي ودي، ياه ضربتي ولا ألف. تيجوا تشوفوا بقى قربت على الوحش الاخير. قربت حاجة كده كده يعني كده كده انا قوي. ايوه الوحش الاخير بس يا صحابي يا بطول ماكس اللي جالي مش حلو قوي يعني. يعني جاني منه ازرق ثلاث مرات مش هتمش حتى انا انتوا مش فاهميني قوي ولا انا حتى فاهم قوي ماشي. بصوا يا صحابي انا هقف لحد هنا. عجبكم الفيديو اعملوا لايك وسبسكرايب. سلام.